الجهة الشمالية الغربية من محافظة حجة وتحديدا في مدينة حرض الحدودية، تجددت المواجهات بين الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من جهة ثانية. قتلى وجرحى سقطوا من الطرفين في المعارك التي اندلعت خلال الساعات الماضية بعد أن حاولت الميليشيا التقدم في اتجاه مواقع يتمركز فيها الجيش الوطني في وادي بن عبد الله، لكنها فشلت. المصادر تحدثت أن اثنين من الجيش الوطني سقط في المعارك، بينما لقي سبعة من عناصر الميليشيا حتفهم، فظلت جثثهم ملقية في الوادي، وهو ما دفع بزملائهم من مقاتلي الجماعة المتمردة إلى خوض قتال شرس من أجل انتشالها من مناطق المواجهات، لكن المصادر أكدت أنهم فشلوا في ظل تحليق مكثف لطيران التحالف الذي ساهم هو الآخر في قصف تعزيزات ومواقع للمتمردين الحوثيين وقوات صالح الإنقلابية. قدر هذه الجماعة الإنقلابية أن تذوق الخسارات في جبهة حرض وميدي كواحدة من الجبهات التي لم تهدأ حتى في فترة الاتفاق حول وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه جميع الأطراف للتهدئة، بينما استمرت الميليشيا ترتكب الخروقات يوما بعد آخر. مدينة حرض الواقعة على الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية وبلادنا استمرت منطقة عمليات عسكرية، وهو ما حولها إلى مدينة موحشة ومقفرة خالية من أي مظاهر للحياة خلال السنة المنصرمة.